مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في برنامجكم موضوع واولى حلقات برنامجكم موضوع للمناقشه. هنستضيف مع كوادر رجال القانون الكبار في مجال القانون، وسنطرح عليهم القضايا الهامه التي تخص المجتمع وايجاد حلول لها التي تهم المواطن. وسنرحب بالاستاذ المحامي الاستاذ سامي والاستاذ صلاح. اهلا وسهلا بكم. اهلا بك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده احنا بنبدا موضوع للمناقشه، ومعانا النهارده اللي هو امور تتعلق بالقانون، ماشي، وحقوق المحبوسين احتياطيا. ومعانا ضيفنا العزيز مستشار سامي عبد النعيم عبد الصمد. اهلا بك يا استاذ سامي. اهلا وسهلا، تحت امرك. فمعانا الاستاذه هانية، هتبدا معاك هي الاول الاسئله وانا هكمل معاها ان شاء الله. ازي حضرتك يا استاذ سامي؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. ازيك يا استاذ رانيا؟ منورنا في اولى حلقاتنا في برنامج موضوع المناقشه. هنطرح على حضرتك بعض القضايا الهامه التي تهم وتخص المجتمع. هل يمكن ان يتم استغلال بعض هذه الظروف التي تخص كورونا من المجتمع، ان هم ممكن يستغلوا الموضوع ده في اجراء اي مخالفات بعض الناس، ان هي ممكن تعمل طبعا بعض الناس، بس الحاجات دي سواء تجار جملة أو تجار أغذية أو تجار تجزئة، في الجشع وفي زيادة الأسعار بطريقة مهولة، وكمان ممكن بعض الناس اللي هي صاحبات مصانع الأغذية إن هي في غش الأغذية وإلى آخره وكده، كلها أزمات. يعني في ناس بتصنعهم الأزمات دي قاعدة معروفة. يعني في ناس يعني يستغلوا الأزمات، والأزمات دي بتصنعهم وتعمل لهم ثروة مالية. يعني دي معروفة، يعني الحاجات دي بتبقى نزيت، يعني ما مش مراعية ظروف المجتمع ولا مراعية ظروف الناس ولا يعني. طيب وإيه الإجراءات اللي ممكن تاخدها الدولة ضد حاجة زي كده؟ يعني والله يعني الدولة بتاخد إجراءات، بس ولكن برضو لازم يبقى في وعي عند الناس أكتر من كده، واخد بال حضرتك؟ يعرفوا إن مثلا إن ما فيش أزمة، كل حاجة الدولة بتوفرها من خلال الجهاز الخدمة الوطنية في القوات المسلحة، ما يجروش ان هم يشتروا حاجات ان احسن يحصل ازمة واحسن يحصل حظر كامل ولا اخره. يمشوا بنظام، لقوا تاجر سلعة رافع السلعة بتاعته خلاص، ما تجيبيش منه، ما تاخديش، خدي سلعة تانية. انما هي الاستغلال، وبرضو ثقافة ناس. طيب هل يا سيادة المستشار في عقوبات من الدولة للناس اللي بتعمل المخالفات دي؟ طبعا ده في عقوبات، طبعا القانون نصص على كل حاجة. يعني طب زي ايه العقوبات؟ يعني هي مسألة، المشكلة ان احنا ما عندناش تسعيرة، ملهاش عقوبات، ملهاش تسعيرة. انما انا بتكلم على غش بقى المصانع اللي هي بتغش الأغذية ولا اخره كده. طيب انما يعني انما اللي خلينا في مسألة ان مفيش تسعيرة، ما عندكيش تسعيرة اصلا، يعني مفيش تسعيرة جبرية، واخدة بال حضرتك؟ الدولة ما بتعملش تسعيرة جبرية. طيب هل ده بيشجع الناس على الجشع؟ ده بيشجع الناس على الجشع؟ هي ما يعني ثقافة ناس، وناس يعني ما عندهاش وعي وناس كده يعني. إنما لو أي واحد قلبه على بلده وقلبه على الناس وقلبه على المواطن، يعني أنت بتتكلم النهاردة أنت مش في أزمة حرب، أنت في أزمة موت. يعني أنت الجشع ده هتودي الفلوس فين؟ أنت متعرفش ممكن يجي لك الكورونا اللي هي شغالة دي، يبقى أنت ما استفدتش بحاجة. صح. المشكلة أن أنت مش في غارة وحرب، يعني حتى هتقدر تحافظ على نفسك في الحرب. طب معالي المستشار، بخصوص مجال معاليك بقى في القانون، وبخصوص الأزمة الحالية التي تسببها مرض الكورونا، هو وباء عالمي، طيب ما هي الأزمات التي يواجهها المحبوسين احتياطيا بخصوص الجلسات، بخصوص الجلسة بتاعته؟ أنا عارف إن ما فيش حد بيعاني في 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 المشكلة دي غير المحبوسين احتياطيا. هي دي الأزمة، غير المحبوسين احتياطيا، لأن بي المفروض إن هو هينزل الجلسة. احنا مجلس القضاء الاعلى عمل دايره في كل محكمه، في كل محكمه ابتدائيه للنظر في امر الحبس، لكن المساجين ما بتنزلش. اذا كانوا في القسم المامور بيبعت ورقه تعذر امني، واذا كانوا في السجن بيبعت ورقه تعذر امني، يبقى المحبوس احتياطي. طيب حد اتضرر غيره المحبوس احتياطي؟ لا، هو ده المتضرر، هو ده المتضرر، هو المتضرر. طيب عارفين التعذر الامني. طب ما عليك، هو دلوقتي ان هو ما بينزلش جلسه، فانا عارف انه يؤجل اداري اسبوع. طب وبعد الاسبوع؟
ويتمد اسبوع ويتمد اسبوع ويتمد اسبوع. طيب يبقى هو طبعا يعني يعني احنا بنناشد بقى مجلس القضاء الاعلى يبقى فيه خطوه بقى في الحاجات دي. بس انا ما اعرفش دي هذا يعني هل هي دي يعني هيعدل تشريع؟ طبعا ما فيش تعديل تشريع، ولكن هتبقى مناشده للقضاء ان الناس دي اللي اتحبست لظروف خارج عن ارادتها، لان يتمد الحبس بعد سماع اقوال المتهم، فالمتهم ما اتسمعتش اقواله وما حضرش، ما حضرش لظروف خارج عن ارادته، هو ملوش علاقه. طب هل فيمدوا الحبس ما ينزل بقى جلسه بعد ما الغمه دي تتزال المحكمه تخلي سبيله يعني. طب سياده المستشار، هل الظروف الاستثنائيه دي بتفرض مواقف معينه او تصرفات معينه؟ طبعا طبعا، يعني كل الجلسات اولا العمل معلق في محاكم، في كل محاكم الاستئناف اللي هي محاكم الجنايات حتى 16/4 معلق، سواء مفرج عنه او محبوس معلق العمل، وبعد كده يبتدي تحديد، و16/4 مش عارفين ايه اللي هيحصل يعني، ويبتدي تحديد الجلسات من جديد يعني، وده قرار اداري فمش هينفع حتى في سقوط حبس ولا اي حاجه يعني. طب معاليك، بالنسبه للجلسات بتبقى محدده ومحجوزه للحكم، طب في الفتره اللي هي حصلت دي والموجوده دي ما هو في تاجيل، طب ايه الحكم اللي بيتم فيه؟ ولا حاجه بقى، يؤجل برضو اذا مد اجل الحكم، مد اجل الحكم ده قرار رئيس الدايره يعني، اذا نطق الحكم خلاص بتبدا مواعيد الطعن 60 يوم بس من هو معاليك، معاليك غالب الدوائر ما بتحضرش، غالبيه لا مش هيحضر يعني، غالبيه عادي ما هو هل هيمد يمد اجل الحكم، يمد اجل الحكم اداري، يمد اجل الحكم الاداري. طب معاليك بخصوص الوباء المنتشر، انما هو لو هم غالبا بيمد اجل الحكم، لان لازم تنطق الاحكام بجلسه علنيه، فلازم المتهم يكون موجود والدائره تكون موجوده ونطق الاحكام علني، فبيأجله اداري. طيب معاليك برضه هو فيه برضه بخصوص اللي هو وزاره الداخليه مشكوره بصراحه يعني، خاصه قطاع مصلحه السجون، هو لغى الزيارات، الاجراء ده متهيألي طبعا اجراء تحمد عليه وزاره الداخليه بخصوص حته ليه، لان عارف معاليك الزيارات والكلام اكيد ده طبعا بيأثر في انتشار الوباء، فمتهيألي ده اجراء محمود طبعا اللي خدته. تمام ولا في، هل في اجراءات ثانيه ولا هو ده اجراء كافي؟ والله في حاجات ثانيه يعني برضو ممكن يعني معلش يعني انت عندك توسع في قرار الافراج مثلا يعني، في قرار مثلا قرار رئاسي بعفو عن تلت المده لبعض، وفي الدول الثانيه برضه قايمين بالقرار لا ده. ايران افرجت عن 54,000 مسجون، والمغرب برضه، والمغرب قامت بالافراج. هو معاليك برضه لا احنا ما بنقولش حاجه، اولا هيستثنى من قرار عفو جرائم امن الدوله من جهه الداخل والخارج، الجرائم السياسيه طبعا، جرائم القتل عشان عليها فيها طار والى اخره، جرائم الاستيلاء واختلاس المال العام، اللي برضه الاتجار في المخدرات برضه جرائم الاستيلاء، واخد بالك يعني يعني المخدرات برضه يعني مش 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 كلمه اتجار دي يعني بت 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 لا بتتلى على طبعا يا سياده المستشار، الافراج ما بيكونش عن اي حد يعني، هو لا لا بيكون لا عن مثلا شيكات كمبيالات غارمين، مش اي حد طبعا، ما يكونش يعني اجرم في حق حد من او في حق نفس يعني، لا ما هو برضه او في حق البلد يعني. ما انا عايز اقول لك حاجه برضه حضرتك، اللي احنا قلنا بيستثنى جرائم القتل عشان دي دم بتاع ولايه، دم بتوع ناس تانية، وجرائم السياسيه لامن الدوله من الداخل والخارج، وجرائم الاستيلاء واختلاس المال العام. احنا بنقول ان بعض الجرائم تبقى ليها تلت العقوبه، ما بنقولش افراج يعني كده يعني، افراج مش 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 عفو شامل يعني، لا نقول تلت العقوبه يعني، اللي واخد سنه ياخد 4 شهور وموجود الكلام ده، بس بيبقى فيه ضوابط بقى في مصلحه السجون، اللي هو ايه الماده دي يسري عليها القانون، اللي هي ماده التعاطي ولا ماده الحيازه المجرده ولا ماده الاتجار ولا ماده ايه، الماده يعني 38 و34 اسميها 34 انا واحد، اللي هي ماده الاتجار يعني، دي اللي ما بيسريش عليها اي عقوبه. طب مثلا لو واحد واخد حكمه مثلا مؤبد وقضى 17 18، طب ما يطلع لا هو إيه؟ هو طب ما يصدر عفو، طب ما يصدر عفو في الظروف ديت يا استاذه رانيا، يصدر العفو عن اللي فوق 60 سنه بس فوق 60 سنه برضه يكون قضى يعني من العقوبه، مش بقول لسه محبوس من دايره. هو معاليك في حالات كتيره، بس هو يعني كدوله، الدوله
معاليك منزله فعلا، تتمثل في السيد رئيس الجمهوريه، نزل بينزل نزل عفو فعلا. وبس هو بيبقى متهيألي فيه امور كده بسيطه معاليك لو تتحل، متهيألي انت عندك خلفيه. أنا هقول لحضرتك حاجه، يعني مثلا واحد ينطبق عليه شروط العفو يكون عنده غرامه، لازم يعمل حاجه اسمها ميسره، مع ان العفو ده عفو من كل شيء، عفو شامل يعني. وتروح الميسره من مصلحه السجون الى النيابه، والنيابه تبعتها للاسم اللي هو تبعه ويتحروا، وياخد له 3-4 شهور على ما تيجي ديت. اللي هي ميسره الغرامه، اللي هو انه فقير يعني مش قادر يدفع الغرامه يعني. طيب سياده المستشار، متى يعني يسقط اخلاء السبيل؟ ويصبح يعني متى يسقط الحبس الاحتياطي ويصبح اخلاء السبيل وجوبيه؟ تمام، السؤال الوجيه يعني، هو لما يكون المتهم مثلا محبوس 4 ايام على ذمه التحقيق، ودايما النيابه تقول يراعي له التجديد في الميعاد، لازم في اليوم الرابع او الثالث، ما يبقاش في الخامس، يعرض المتهم على قاضيه الطبيعي. اذا اتاخر والقضيه ما نزلتش وما نزلش معاده، يتعين الافراج بلا ضمان، لان هنا سقط الحبس. في ماده متهيألي اسامي سقط الحبس، ماده اللي هي ماده 143 متهيألي، اللي عدم التجديد في الميعاد، اجراء جنائي دي متهيألي بيتعين الافراج على طول بلا ضمان. بيتعين الافراج بلا ضمان يعني، لان هو حتى دلوقتي اللي حضرتك اللي موجود دلوقتي كله يعني، حتى في تجديد الحبس لازم تسمع اقوال المتهم والنيابه العامه. تسمع اقوال المتهم والنيابه العامه، ماده 136. طب المتهم ما بيحضرش، بيمدوا الحبس اسبوع، مد الحبس اسبوع، يمد الحبس اسبوع وبعدين اسبوع وبعدين اسبوع. طب والمتهم ذنبه ايه في الظروف دي يعني؟ ما ذنبوش حاجه. طب ما عليك يا سامي بيه، في اهالي كتير، اهالي كتير بيبقى عنده مسجون وافرج عنه، في مشكلة بتقابله كبيرة قوي، اللي هي المراقبة الشرطية. المراقبة معليك، انت استاذنا طبعا، المراقبة غير المتابعة. وبعدين الشرع بتاع ربنا، انت فاهم الكلام ده طبعا، ان لا يجوز معاقبة المتهم مرتين على عقوبة واحدة. طيب انت عارف معليك الافراج الشرطي ده، وحتة اللي هو المراقبة الشرطية دي، بيروح يبات في الاسم؟ لا، ويرجع؟ لا لا لا، ويتابع؟ لا لا لا. طب مش في القانون نظم حكايه ان يعمل اشكال كده؟ لا لا لا، مش في اشكالات للايقاف؟ ثانيه واحده بس، اولا المراقبه الشرطيه غير المراقبه القضائيه. المراقبه الشرطيه هو افراج عن المسجون لتوافر شروط حسن السير والسلوك 3/4 المده مثلا، اللي هي المتابعه. ثانيه واحده بس، 3/4 المده، الربع اللي فاضل ده من المده من حق الشرطة إنها تتابعه فيه، تتابعه بقى بإيه؟ بإجراءات إن يروح يمضي ويبقوا عارفينه، دي المراقبة الشرطية، ملهاش علاقة. أما المراقبة القضائية اللي هو بوضعه تحت تصرف البوليس، لأن دي بتبقى بحكم قضائي، بحكم قضائي منصوص عليها في منطوق الحكم، ودي في جرائم القتل، جرائم السرقة بالإكراه، جرائم تزييف العملة. دي اللي هي بتبقى المراقبه القضائيه، بتبقى بحكم محكمه. طيب مالهاش اشكالات دي يا سامي؟ ليها، بس هي بحكم محكمه، مش انا معاهم عليك. هل لها اشكال يعني؟ ايوه ليها اشكال، عادي. اي عقوبه ليها اشكال، والاشكال ده سلطه تنفيذيه للقاضي، لان الاشكال مش يعني منازعه في التنفيذ، منازعه في التنفيذ مش ناعيه على منطوق الحكم. طيب سيادة المستشار، أنا حابة أعرف من حضرتك إيه الإجراءات المتبعة في حالة تجاوز الحبس الاحتياطي؟ شروط الحبس، مدة الحبس الاحتياطي. الإجراءات المتبعة اللي هو ياخدها المحامي يعني، مثلا هو حضرتك في الحالة ديت على طول بيقدم طلب بسقوط الحبس للرئيس النيابة، بيبدأ يعني من السلم الأول لرئيس النيابة الجزئية اللي عنده القضية، أو للمحامي العام إذا ما خدوش، وبيعرض الأمر وبيتفحص التظلم ويتفحص القضية ويشوفه، بس بشرط إن ما يكونش إن الشرطة بعتت جواب إنه في تعذر أمني، دي واحد، والتعذر الأمني لوحده مش كافي، لازم يعرض الأمر على القاضي ويقول قرارات المحكمة حيث تبين بالنداء على المتهم تبين عدم حضوره،
لذلك قررت المحكمة استمرار حبس المتهم وأسبوع وعلى النيابة إحضاره من محبسه. في الحالة دي قضى على السقوط، ما اتفتحتش القضية وجمع التجديد جلسته بيسقط الحبس ويبقى في طلب للنيابة العامة أو تظلم للمحامي العام وبيدخلوا السبيل بياخدوا بيه، يعني مش ما بياخدوش بيه. تمام يا فندم، انا استاذن حضرتك ان احنا هناخد اتصال. معنا اتصال سعيد. ايوه يا ست الكل. الو. ايوه السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. كنت عايز اطمن بس على ايصال الامانه، انا رافع ليه دعوه. ها ابعت صوتك شويه عن ال ابعت التليفون عن التلفزيون. 14 واخد معارضه. مش سامعينك يا سيد. ايوه حضرتك معاك. سامعاك كده، اتفضل. انا سامع ماشي. انا دلوقتي اجراءات المعارضه بخصوص ايصال الامانه. الخصم واخد سنتين سجن و1000 جنيه كفاله وعمل معارضه. ودلوقتي المحاكم واقفه، انا عايز اعرف دلوقتي ايه اطمن يعني ايه الاجراءات اللي بعد كده؟ صوتك بعد يا سيد. طيب سيادة المستشار هيرد عليك دلوقتي. معنا اتصال. هو عمل معارضة كانت حدد له جلسة. معنا اتصال تاني. أستاذ محمود. دكتور محمود معانا. نجاوب عليهم من الآخر. أيوة مع حضرتك. ألو. بعد إذنك أنا كنت مش عارف يعني السؤال ده تبع الحلقة ولا لا. أيوة مع حضرتك. الصوت مش واضح بس. بقول لحضرتك أنا كنت عايز أسأل سؤال. هو دلوقتي أنا في عندي تعنت جامد في الشغل ضدي، وبعدين انا كل ما اقدم شكوى في النيابه الاداريه المحقق اللي بيحقق معايا هو واحد، ده بيتصل قدامي باللي انا شاكيه وبيقوم حافظ الشكوى كل مره. اعمل ايه يعني؟ انا دلوقتي بعت قمت باعت بقى للشغل وقلت لهم انا هضرب عن العمل بسبب التعنت دوت، مفيش حد برضو استجاب، وبالفعل انا مضرب بقالي شهر ولا اتقدمت للتحقيق لان هم عارفين ان انا على حق، والدنيا متعتمه خالص. رحت كل ما اعمل حاجه بتتحفظ ومش راضين حتى يفتحوا التحقيق، وانا معايا كل المستندات سليمه وكل حاجه، ومضرب على العمل ومفيش حد راضي يتخذ اي اجراء لغايه دلوقتي. يعني الوضع ده كده، هل ده صح؟ واحد يبقى مضرب على العمل ما حدش بيسال فيه ولا حتى يعني انا حتى شكوى على الهواء، انا عايز النيابه العامه ممكن اي حد يتصل معايا، كل ده بسبب ان انا قلت لهم ان في تحقيق تم فيه بالون في فساد مالي وعايز الرقابه الاداريه تدخل في الموضوع، قاموا مكتمين على الموضوع وقافلين كل حاجه وما عادش حد بيسال فيها خالص. الوضع ايه؟ انا حتى دي تعتبر شكوى على الهواء، لو النائب العام اي حد عايز يتواصل معايا ممكن اكتب بياناتي، يعني انا مش عارف شغال فين. طيب حضرتك ممكن تسيب تليفونك وانا اتواصل مع حضرتك وسياده المستشار هيجاوب على حضرتك دلوقتي. شكرا يا فندم. اتفضل يا سياده المستشار. بص حضرتك بالاول بخصوص ايصال السؤال اللي هو الاخ اللي اسمه سيد بخصوص ايصال الامانه، ان هو رفع دعوه جنحه مباشره مثلا او غير مباشره ايصال امانه على متهم انه حرر ايصال امانه، خد حكم وفرعه عمل معارضه. جت جلسه المعارضه في الفتره اللي هي ما فيهاش جلسات دي، فبتتاجل اداري. يعني تاجل مثلا شهر. جه في الشهر ده برضو لسه برضو ما فيش القرار، ما فيش قرار وزاري بالشغل. فبتتاجل تاني وبتنزل لجلسه المعارضه. بيحضر اللي هو الـ 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 المتهم او وكيله بتوكيل، حاجه من الاثنين، يا بيطلب اجل للسداد قيمه الايصال، يا بيطعن عليه بالتزوير. واذا طعن عليه بالتزوير وجاء توقيعه هياخد عقوبه وياخد غرامه كمان توقيع بقى، على اساس انه تعطيل اجراءات المحاكمه في الطعن بالتزوير. يعني الاجراءات ماشيه طبيعيه يعني. مش بخصوص اللي هو شكوى الاخ اللي هو اشتكى ده، وبقول السؤال الاولاني اللي هو بيشتكي والتحقيق بيتحفظ وكده. لا هو مثلا ايه يعني، هو طبعا اذا شغال في حاجه في جهه حكوميه، الجهه دي يتبعها وزاره او هيئه او هيئه عليا، يعني بيسيبها ويروح الهيئه اللي اعلى من الوزاره بتاعته. يعني بيروح الجهه الرئاسه بتاعته، يعني ما بيفضلش يشتكي في المكان اللي هو فيه يعني. تمام. طب يا سامي بيه، بخصوص دلوقتي الشائعات اللي بعض الاشخاص بيثيروها بخصوص هذه الحالات اللي وباء الكورونا دي، تلاقي اشاعه طالعه ده مش عارف منطقه كذا فيها مش عارف كام وباء ومنطقه كذا، الكلام ده
قانونا. طبعا الدولة، شوف انت ايه رأيك في الإشاعات. لا ما هو دي ثقافة ناس وثقافة شعب. يعني لو واحد وقع ودراعه اتكسر وجات عربيه الاسعاف تاخده يقول لك ده عنده كورونا والبيت كله ومش عارف ايه واعاقه، لو واحد وقع على دراعه واتكسر دي ثقافه ناس. يعني هو هتعمل ايه بالاشاعه؟ يعني انا شايف فعلا ان الحمد لله ما انا يعني كمنطقه ومنطقه تانية بنسال ما فيش حالات من دي الحمد لله. الحد بقى مش شائعات. راي معاليك ايه قانون يعني في المنطقه؟ يعني المفروض يبقى في تجريم ليها، ان بس الاشاعه اللي من شانها مثلا اثاره الفوضى بين الناس. العقوبه من وجهه نظر حضرتك ممكن تكون ايه الحاجه زي كده؟ الشائعات اللي دايما تكتر ومنشوره على السوشيال ميديا وفي كل مكان. دي بقى لا دي جرائم. دي جرائم ومعاقب عليها. يعني الحاجات دي بتبقى جريمه. يعني دي جريمه. انما لما تيجي تقولي على تأثير الشائعات يعني حط لها مثلا غرامه مثلا حبس غرامه ليه؟ طبعا حبس وغرامه. طب هل في قوانين او في قوانين هتطرح ليها يعني؟ موجوده قوانين اللي بس. طب امال ليه الناس ما بتلتزمش بيها؟ ما بتتنظم، ما هم بيمشوا وراه لحد ما يجيبوه. يعني واحد عامل صفحه كده باسم وهمي على الفيس وبيشير والى اخره، على ما بيوصلوه. بس يعني برضه يعني اجهزه الدوله كتر خيرها. يعني في حاجة بتستخدم ضد الدولة؟ طبعا. بس دي ثقافة زي ما بتقول معاليك. يعني ثقافة المفروض ان فعلا العيلة والشعب كله المفروض يبعد عن عن الشائعات دي فعلا. بس هو يا فندم، هو لو كان القانون صارم وكان قانون يعني جامد شوية ما كانش الناس كترت كده في موضوع الشائعات ده؟ بص يا حضرتك، يعني حضرتك هتقولي كده القانون صارم واخد بالك، وييجوا يطبقوا القانون بحزم الدولة واخده بال حضرتك، يقوم تلاقي برضه ناس طلعت تشوفوا الناس عشان واد بيهزر وقال مش عارف ايه ادوا له عقوبه ايه والكلام. يعني ولا كده هيعجب ولا كده هيعجب. معاليك برضه انت الرعايه الصحيه للجماعه اللي هم محبوسين داخل السجون، متهيألي كفايه سمي بيه برضه في الدوله. الدوله عملت يعني. متهيألي كفايه بصراحه. يعني الدوله عملت وقامت بتعقيم السجون وبرضه خدت قرار، وقرار سليم جدا اللي هو بمنع الزيارات. على اعتبار ان حتى مكان الزياره هيبقى فيه تكدس ما بين الاهالي والمساجين وهيدوا لبعض، مفيش كلام. ممكن يحصل انتشار العدوى. طبعا. هي خدت اجراءات كويسه جدا، لكن في برضو اجراء تاني تريح عشان حتى تبقى وسيله التهويه كويسه للمساجين، وهي الافراج عن كبار السن. يعني كبار السن اللي عدى 60 سنه افراج عنه. احكام المؤبد اللي قضى مثلا اكثر من 15 سنه يبقى يتم الافراج عنه. عقوبات الطالب كان بيشرب سيجاره وخد سنه، اذا قضى 4 شهور برضو افراج عنه اللي هو تلت المده. بل ساعتك يعني هتبقى سهله ديت سهله. يعني ده احنا بنتكلم للصالح العام مش لصالح مساجين بعينهم، لا للصالح العام. في ايه؟ في ان ديت انت دلوقتي يعني خليت التهويه عندك كويسه جدا على اساس الازدحام. دي نمره واحد. نمره اتنين برضو يعني عندك النهارده في ناس اهالي قاعده ما بتشوفش اولادها ولا جوزها ولا اللي موجود في السجن، وما يعرفش هل هو حالته شكلها ايه واللي بره حالتهم شكلهم ايه. فيعني تخفيف عنهم. طب معاليك بتنصح بقى مش ناحيه برضو، هي برضو تتعلق بالقانون. بتنصح. معانا اتصال يا فندم. اتفضل. زهره معانا. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. لو سمحتي بس عايز اسال، انا جوزي متوفي من 3 سنين من 2016 وكان لي رصيد اجازات ماشي، فالمحامي بقى له 4 سنين ماسك القضيه دي 4 سنين ولسه لغايه دلوقتي ما خلصهوش. بيقول لي انا مستني بس العلاوه اللي الرئيس قال عليها اللي هي بتاعت المعاشات، فهل هو المتوفي دي العلاوه دي وممكن ياخدها بالقانون بالقضيه يعني؟ وهل هي رصيد الاجازات دلوقتي 4 سنين عشان يجي؟ ده سؤال. شكرا. طيب ست معانا محمود اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. اكلم حضرتك. اتفضل. بالنسبه لوزاره التضامن الاجتماعي يا فندم. معلش علي صوتك شويه. معاك. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم.
الو الو سامعينك. هو بالنسبه لوزاره التضامن الاجتماعي يا فندم. ايوه مع حضرتك اتفضل. احنا كنا بناخد معاش تكافل وكرامه للرئيس حمله، وبعد كده قالوا انت عندك ارض زراعيه، وبعد كده جبت لهم اثبات ان مفيش ارض زراعيه. الموظف اللي عندنا في البدرشين ما رضيش ياخد الورق. تمام يا فندم اتفضل يا فندم سامعاك. فدلوقتي ايه العمل؟ وما فيش وقت ان احنا نروح وزاره التضامن ولا حاجه زي كده. فانا عايز اوصل شكوتي لوزيره التضامن الاجتماعي والرئيس عبد الفتاح السيسي، لان دي حاجه مش حقنا. في ناس عندها فلوس كتيره وعندها حاجات شهادة من وبتاخد المعاش الزراعي، واحنا قاعدين عماله زراعيه هو تبعها ما عندوش. طيب يا فندم الساده المستشار هيجاوب حضرتك دلوقتي. يعني حتى اتفضل يا دكتور. لما تشتكي لوزاره وزيره التضامن ترفق بالشكوى شهاده من الجمعيه الزراعيه او الاداره الزراعيه اللي انت تبعها وسكنك تبعها، ان هي بتقول ان انت ما فيش حيازه زراعيه لارض زراعيه عندك. لازم ترفق المستند ده، لان هم لما منعوا ردت اكيد في الاداره الزراعيه قالوا ان في حيازه زراعيه باسمك. وارد جدا انك انت تكون كان عندك مثلا حيازه زراعيه وبعتها، لكن الحيازه ما اتنقلتش. الحيازه ما زالت باسمه. زي ما تبيع عربيه واللي ياخدها ركبها التوكيل، العربيه باسمك بس. فهو وارد ان يكون كان عنده ارض زراعيه موجوده مثلا سي مثلا اي مساحه يعني وباعها، واخد بال حضرتك؟ لا، او بنى عليها ما باعهاش، بنى عليها. فما زالت الحيازه في الجمعيه ارض زراعيه. كده فلازم يجيب شهاده من الاداره الزراعيه ان ما عندوش حيازه زراعيه. تمام. طيب بالنسبه للاتصال الاول اللي هو القضايا العماليه، ما دي قضيه بقى يعني هو بتقول المحامي بقى لها 4 سنين، يعني ظروفها ما نعرفش ظروفها ايه يعني، واخد بال حضرتك؟ ممكن القضيه شغاله في الاستئناف دلوقتي، من كسب اول درجه في الاستئناف، واخد بالك؟ وعين ديت بيبقى رافع دعوه على وزاره التامينات الاجتماعيه وكده، بتطول يعني برضه. طيب استاذ محمود عايز يدخل تاني معانا يوضح نقطه. طيب وحضرتك يا سياده المستشار، انا فعلا جبت ورق ان انا ما عنديش حاجه، ولا كان عندي ارض زراعيه في الاول يا سياده المستشار. تمام. ولا كان عندي حاجه من دي خالص، ده انا عماله يوميه مؤقته اللي هي ايه بتطلع يوميا دي، ما فيش حاجه من دي خالص، ولا كان عندي ارض زراعيه ولا عندي حاجه، وجبت ما يثبت ذلك. ما كانش في قبل كده ارض خالص. خلاص قدمه بقى في وزاره التضامن مع الشكوى بتاعتك، مع التظلم في وزاره التضامن. قدم المستند ده مع حضرتك. عايز اوصل صوتي للمسؤولين، لان دلوقتي مفيش تحركات ولا في حاجه زي كده. اعتبر وصل يا محمود عن طريق قناه الصحه والجمال، اعتبر وصل يا استاذ محمود، لان احنا منبر برضو للشكاوى اللي موجوده في اي حته في مصر. قناه الصحه والجمال والبرنامج بتاعنا على طول شغال لتلقي الشكاوى، ومعانا سامي بيب مشيئه الله يحل اللي يقدر يحل ويحله، واللي يقدر يوصله للمسؤولين هيوصله للمسؤولين. يا ريت حضرتك توصله لنا للمسؤولين. اعتبر وصل يا استاذ محمود عن طريق قناه الصحه والجمال والبرنامج بتاعنا ان شاء الله يا محمود. صوتك مسموع يا استاذ محمود، اتفضل يا سياده المستشار. اسال يا كلام. هو المفروض ان هو هيروح بالشكوى دي وبالمستند ده لوزاره التضامن، بس هي عايزه حد يتناقش، يعني مش هيكتب شكوى ويسيبها، يعني عايزه يتناقش. انا المعاش بتاعي اتمنع ليه؟ هم بيجيبوا الملف بتاعه حضرتك، هو ملف، هيجيبوا الملف هيقولوا ده فيه مستند اهو ان انت عندك كذا، يرد على المستند ده. تمام. يعني سامي بما عليك، في امور يعني بعض الاهالي ما بيعرفوهاش، اهلهم قال مساجين، هي بخصوص العفو الصحي. ايه الاجراءات المتعلقه بالعفو الصحي؟ معلش اشرحها للناس. العفو الصحي بيصدر عن محكومين بتنفيذ عقوبه، بيقدم طلب في مكتب التعاون الدولي، وهو مكتب احد مكاتب ملوش دعوه، ما يقدمش في قطاع المصلحه في التعاون الدولي. لا لا لا، في ناس فاهمه غير كده. مكتب النائب العام. تمام. مكتب التعاون الدولي لرعايه المسجونين، هو اسمه كده، مكتب التعاون الدولي لرعايه المسجونين، بيبعت على طول جواب إلى مصلحة السجون، يقول تشكل لجنة من كبير الأطباء الشرعيين الواقع في دائرة السجن ومدير الإدارة الطبية بمصلحة السجون وطبيب السجن،
لفحص حالة المسجون، وعما إذا كان في استمرار التنفيذ خطر يهدد حياته من عدمه. دي الإجراءات. طيب في إجراءات سريعة معالك تتخذ؟ لا مفيش. اتصل تليفوني حسين معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، بس ابعد عن التلفزيون. حاضر. علي صوتك شوية. حاضر. معلش أنا ليا أخويا في السجن من 2017. اتفضل. محكوم عليه ب3 سنين مخدرات وسنة بندقية. قضى ال3 سنين وقضيت البندقية في الحكم العسكري، ما رجعتش لحد النهارده. لسبب قضية البندقية ما رجعتش، واخويا قضى قضية المخدرات قضاها، قضية المخدرات اتقضت خلاص. طب ايه سؤال حضرتك؟ انا فهمت السؤال بتاعه. قصده عن الافراج يعني. فهمت السؤال انا. حضرتك قصدك عن الافراج؟ انا قصدي على الافراج، ليه ما افرجش على اخويا بعد ما قضى؟ اقول لك. هيجاوبك سياده المستشار. قولي له خليك معانا. طب خليك معانا. طيب خليك معانا يا حسين. خليك معانا يا حسين، هيجاوبك. خليك معانا، هيجاوبك سياده المستشار. بص حضرتك، هو واخد 3 سنين في قضيه مخدرات وسنه في قضيه سلاح. قضايا السلاح لا تنفذ الا بعد التصديق عليها من مكتب الحاكم العسكري، لا تنفذ. ولكن ايه بقى، بيقدم المحكوم في الحالة التي كان عليها. هو لو جاي من بره يحضر جلسة السلاح لوحديها وخد سنة بيروح. لكن لو جاي من السجن محبوس بيفضل محبوس. فهو قضى الايه نزل بالسلاح والمخدرات في قضية واحدة. اتحكم القاضي، حكمه في السلاح في المخدرات 3 سنين وفي السلاح سنة. فكاتب تنفيذ النيابة العامة بيعمل نموذج حبس بال3 سنين فقط لا غير. وبيعمل جواب بدي ان اتحكم فيها سنة والقضية في مكتب الحاكم العسكري. طب جاو خلصوا ال3 سنين، اصبح انتقل من مسجون محكوم الى مسجون تحقيق. لحين ورود رد مكتب الحاكم العسكري، اما بالغاء الحكم واعاده محاكمه، او بتخفيف الحكم الى حبس 6 شهور، او التصديق على الحكم في الحاله دي نفذ السنه. طيب تمام يا فندم، استاذن حضرتك هناخد اتصال تاني معانا. ام محمد. الو. ايوه الو. علي صوتك شويه يا ام محمد. انا كنت رافعه قضيه بدل مجدي. ممكن تقفلي التلفزيون تسمعيني يا ام محمد؟ كنت رافعه قضيه بدل مجدي وبدل اسامه دي. ايه؟ نافعه. علي صوتك شويه. مسكن واغذيه، مسكن ونافعه. انا كنت رافعه قضيه بدل مجدي وبدل اسامه من 2015. انت مطلقه؟ وبعد كده انت مطلقه؟ انت مطلقه يا ام محمد؟ قال لي رفضوا له القضيه بتاعت بدل المجدي والإصابة. إيه؟ انت مطلقه يا ام محمد؟ انت مطلقه؟ رفضوها يا ام محمد. هو انت مطلقه؟ حضرتك مطلقه؟ لا لا، انا كنت موظفه. بدل ايه؟ موظفه ليا. بدل ايه يا فندم؟ مش فاهمه. بدل نقدي وإصابة. بدل نقدي، بدل نقدي للاجازات. بدل نقدي وإصابة. بس بعد من 2015 رفعتها فوجئت ان المحامي قال لي ده رفض القضية. بدل نقدي الاجازات يا سامي. رفضت يعني ما ليش يعني اجازات بدون اجر، فبتترفع بدل. وانا واخد بالك يعني من 2007 كانت جاتني الثالثه، ويعني ما عملت بدل النقد، رفعت قضيه بيه. واترفضت يا محمد؟ اترفضت. اترفضت. اسباب الرفض يا ام محمد عشان تعرف بس. ما اعرفش، ما قاليش المحامي، قال لي هم رفضوا. اسباب الرفض ما قاليش. لا هو حضرتك هي بتتكلم يعني انا ليا يعني بدل النقد اللي هم بيرفعوا قضيه بيها، بدل نقد الاجازات وبدل الشهاده. طيب ام محمد هيجاوبك سياده المستشار. لا هي بتتكلم على حكم محكمه. هنعلق على حكم محكمه. محكمة قضت برفض الدعوة. ايه ظروفها بقى احنا ما نعرفهاش، وما ينفعش نعلق على حكم رفض. هي عندها رصيد من الاجازات، كل واحد له في السنة مثلا 20 يوم ولا 21 يوم ولا شهر اجازات. فهي قعدت مثلا شغالة
عندها اجازات مثلا بقى لها 5 سنين ما خدتش الاجازات، فعايزه المده دي تاخدها فلوس، فرفعت دعوه. هي بتقول ان المحكمه حكمت بالرفض، فما نقدرش نعلق. لو هي لسه بتتكلم في المشكله نتكلم، انما ما ينفعش تعليق على حكم صدر. تمام. طيب انا عندي سؤال لحضرتك بخصوص السجون والنزلاء اللي هم في السجون. هو دلوقتي مثلا على فرض، يعني طبعا انا ما بحبش ان انا اتكلم في وافقد الامل او حد يعني يفقد الامل او كده، الرعايه الطبيه كويسه وكل حاجه، بس عدد السجون زادت الوباء عندهم وما فيش في مكان، ايه اللي هيتم في حاله زي دي؟ هي في الحاله دي حضرتك، في الحاله دي ما فيش غير التوسع في الافراج. التوسع في الافراج، لا ما نقولش يعني افراج شائم، لا يعني زي ما قلت لحضرتك ان لما جه الوباء ده ايران افرجت عن 54,000 برضه، حاطه ضوابط يعني احنا نقول حيب يستثنى من ذلك جرائم امن الدوله، يعني افراج بشروط. بشروط طبعا، بشروط يعني جرائم امن الدوله من الداخل والخارج. تمام، دي ما حدش يناقش جرائم القتل عشان ده له خصومات سائريه بره، جرائم الاستيلاء على المال العام والاختلاس المال العام وممكن الرشوه على اساس التلاعب بالوظيفه العامه، الجرائم دي تستثنى من العفو، محدش يبص لها، واخد بالك حاجه؟ انما مثلا يعني واخد بالك واحد راكب عربيه وخبط حد، واخد بالك؟ لما يكون محبوس سنه، يعني دايما القضاء بيراعوا مساله ايه؟ ان المجني عليه الورثه عايزين يرفعوا تعويض، التعويض طبعا مش هينفع الا في عقوبه، لان لازم تكون عقوبه اصليه صدرت عشان تمشي العقوبه التبعيه، فما يجي ياخد سنه طيب 4 شهور ويطلع، لان الهدف من العقوبه هنا هو قضيه التعويض. قضايا ايصالات الامانه، واحده الستات اللي هم واحده بتجهز بنتها عملت ايصالات امانه، الحاجات دي يعني واخده بال حضرتك. يعني انا واحد من الناس عندي واحده محبوسه بعد ما سددت للبنوك 103 مليون جنيه والشركه اسمها شركه ايجيبت فاكتور سددت لها المبلغ الخاص بيها، بعد كده كانوا عاملين لها جرائم غسل اموال. طب غسل اموال ايه اذا كانت هي سددت المال؟ يعني ما لحقتش انها المال ده تاخده ويخش في ذمتها وتنشئ بيه بعض الايه الممتلكات عشان نقول ان ده سددت من رياء الغسل الاموال. وبعدين اتحدد لها كذا جلسه ولحد النهارده عماله ايه ما بتنزلش من السجن. وسيدة أعمال معروفة اللي كان بيطلق عليها دي موكلتي وأنا أقول اسمها عادي ما تقلقيش، يعني المرأة الحديدية اللي كانت ورا حملة عمر سليمان وفاء أبو الخير سددت 103 مليون و43 مليون ومحبوسة في جريمة غسل أموال ومفيش غسل أموال، ومحبوسة من يوم يعتبر على الجرائم دي من يوم 3/12. تمام. طب أنا أستاذة حضرتك في اتصال تليفوني معانا أستاذة سلوى. أيوة اسم. اهلا وسهلا بيك. أيوة اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي انا اتفضلي. متطلقه. اتفضلي. بقالي ثلاث سنين متطلقه ومعايا عيل في المدرسه وما خدتش معاش لحد دلوقتي. في سؤال تاني يا فندم؟ معاش ايه؟ هو جوزها كان بيشتغل ولا في سؤال تاني ليك يا فندم؟ اساليها. لا انا عايزاكم بس تجروا عشان انا مش انت كان جوزك شغال ايه يا كان جوزك شغال موظف ولا ايه؟ انا مطلقه. ايوه جوزك كان شغال ايه يا سلوى؟ جوزك كان شغال ايه؟ لا انا مطلقه. ما احنا فاهمين يا سلوى، انت جوزك كان شغال جوزك ايه؟ كان شغال عامل عادي وانا متنازله عن حقوقي كلها. تمام. طب معاش ايه بقى؟ طيب يا سلوى ماشي، سياده المستشار هيرد عليكي. هو ايه علاقه المعاش؟ هناخد اتصال تاني من استاذ احمد. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا فندم عندي استفسار بس. معلش بس ابعد عن التلفزيون شويه عشان نسمعك. ماشي يا فندم. الو. اتفضل يا استاذ احمد. اتفضل معاك. اتفضلك الله. يا فندم انا بره عنك مريض بقالي سنه ونص باخد علاج فيروس. ايوه معاك يا استاذ احمد. يا فندم اتفضل. تفضلك الله. فمقدم في التضامن الاجتماعي على اي معاش او اي حاجه، خدت 8 جرعه كده علاج فيروس ووظيف كبد عاليه. انت مش خدته على حساب الدوله يا استاذ محمد؟ يا فندم بس ما عنديش لا عيازه ولا اي حاجه، اي معاش او اي حاجه على اساس اساعد في عيالي وكده.
معيش تضامن اجتماعي، معاش تضامن اجتماعي يعني. اقدم على معاش التضامن الاجتماعي يا استاذ محمد. قدمت يا فندم بقالي سنه ونص. وايه اللي حصل؟ كل ما اروح اسمك ما نزلش، اسمك ما نزلش، عملت تظلم مرتين ثلاثه فحضرتك ما فيش اي حاجه. طب سيب سيب اسمك في الـ مع الكنترول وباذن الله هنتابع احنا الموضوع يا استاذ محمد. طيب احنا معانا اتصال تليفون تاني يا استاذ فتحي. اسف فتحي احمد محمد الوفاي من الشرقيه مركز استاذ الأسلين. فتحي اللجنه عليه اسمه اشرف فتحي احمد محمد معاك يا استاذ اشرف من الحسينيه الشرقيه. معاك اتفضل. الو الو ايوه الو اتفضل. في قضيه، في قضيه، ولد كان خباز فرن فقبلوه البلطجيه خدوا مستقله ضربوه برجله قطعوا الشرايين فراح مستشفى التيسير فطلبت وزيرة الصحة فقالت ودي أي مستشفى، أي مستشفى مش قبله. فروحنا التيسير باعوا نص البيت وطرفوا على رجله، فهو قاعد دلوقتي حاليا دلوقتي في البيت. فمسكوا الجاني. فالجاني ده النيابة طلعته خلال سبيل على ذمة القضية جنايات. طب ايه المشكلة؟ احنا دلوقتي بشوية انا لا محامي وراجل مش وياه حاجة خالص ونام في البيت ولم وياه حد يصرف عليه والتأمنة الصحة حتى هو مأمن على نفسه ومأمن على صحته ومأمن على معاشه والتضامن لك في الدنيا مش راجل تديله ولا قرش لحد دلوقتي. من 16 تسعة يعني السؤال ايه بقى يا استاذ هون؟ طب السؤال ايه حضرتك؟ ونام في البيت بعياله حواليه وعمال يعيط اهو ده عياله حواليه وعاوز واحد يجي يشوفه من اي مسؤول كان يجي يشوفه. طب سيب الاسم يا استاذ اشرف، سيب الاسم في الكنترول برضه هنتابع احنا الموضوع ده يا استاذ اشرف. هنتابع احنا مع التضامن الاجتماعي، سيب الاسم بالكامل والعنوان. خليه يرد يا استاذ هاني. اتفضل يا انا ما عرفتش ايه السؤال، هو السؤال اذا كان بيتكلم على ان المجني عليه اللي هو ابنه اتضرب وقاعد في البيت وان المتهم اتمسك والنيابه خلت سبيله واخلاء السبيل مش معناه ان القضيه انتهت. فهو اولا مش هيقدر يرجع على ورثه المتهم يعني لان المتهم هيتحبس. مش هيقدر يرفع بقضايا التعويض الا ان يصدر في القضيه الاصليه عقوبه زي ما كنا بنتكلم على العقوبه الاصليه والعقوبه التبعيه. لما ياخد حكم مثلا لان دي عاهه، قضيه عاهه مستديمه. هذا راح الطب الشرعي طبعا وحدد نسبه العجز مثلا 30% 40%. فالمحكمه لما بتقضي بالعقوبه بتحدد نسبه التعويض اللي ياخدها. فهو مش حير، ما فيش تعويض الا لما يتحكم في القضيه. لا هو بيتكلم على الجزء الثاني يا سامي. الجزء الثاني انا ما تضامن اجتماعي بس هو يسيب اسمه واحنا نتابعه. تضامن اجتماعي بس. طيب معانا اتصال تليفوني. ايوه الو استاذ أيوة احمد. معاك. الو فندم. ايوه معاك يا بس مين؟ الصوت مش واضح، معلش وضح. الو فندم. ايه بقى على التلفزيون بالكلام ده؟ الله يرضيكي. قول يا حاج. اتفضل يا فندم احنا سامعين حضرتك. ايوه فندم. نقول انا عارف سامعك. انا سامعك. طب دلوقتي انا بناخد معاش من التضامن الاجتماعي. وبعدين من شهر 8 قطع المعاش. فانا وعندي شغل نفسي. هي كل المشاكل اللي سامي بيها خاصه بالتضامن الاجتماعي. طيب معانا اتصال تليفوني تاني يا استاذ عبد الحميد. الو. ظاهر حصل قطع في الخط. سوف نكمل مع سيادة المستشار. اتفضل يا فندم. وانا ما عرفتش ايه السؤال بتاعه. كله خصوص التضامن الاجتماعي. كله خاص بالتضامن الاجتماعي. كله خاص بالتضامن الاجتماعي. وهي حتى ضوابط وزاره التضامن الاجتماعي، ضوابط وشروط من يستحق ومن لا يستحق وكده. يعني مثلا زي التموين اللي كانوا بيصرفوه مثلا، لما يلاقي عنده عربيه مثلا 2017 2018 بيشيلوه من بطاقه التموين. في ضوابط الدوله حطاها للحاجات دي يعني. اما اللي بيستحق وتنطبق عليه الشروط الدوله ما بتتهوناش يعني.
طب هو احنا هنا المنبر بتاعنا بتاع الموضوع للنقاش، احنا اي واحد عنده شكوى بخصوص التضامن الاجتماعي يكتب اسمه في الكنترول بالكامل ماشي، وتليفونه والعنوان، ويسيب موضوع الشكوى ويسيب الموضوع بتاع الشكوى بتاعته بس. واحنا بمشيئة الله في موضوعنا النقاش ده هيبقى مستمر، وبإذن الله هنتابع كل المشاكل بتاع الخاصة بالتضامن الاجتماعي، ونعتبر ان هو القناة دي هي عبارة منبر للمشاكل دي كلها. طيب للأسف احنا وصلنا لنهاية حلقتنا دلوقتي، موضوعنا طبعا ما انتهاش، ولسه احنا مكملين في حلقات تانية كتير ان شاء الله الأيام الجاية. مشاهدينا خلصت حلقتنا، انتظرونا في الحلقات القادمة في برنامجكم موضوع للمناقشة.